بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي الحلوين ان شاء الله هعمل معاكم البقسماط الجميل دوت. عملت بقسماط بالكمون، رشيت عليه كمون ناعم، وعملت بالسمسم، وعملت طبعا مدور كده زي اللي بنشوفه في الافران، جميل جدا، الطعم رائع جدا جدا، اهوت اللي الاطفال بتحبه بالشكل ده كده. ان شاء الله باذن الله تجربوا وتقولولي. يلا بينا على المقادير، هنشوف ان شاء الله المقادير بتاعتنا تبقى عامله ازاي. شايفين ما شاء الله، هو طبعا لسه سخن، لسه طالع من الفرن، بس شايفين ما شاء الله مفرغ ازاي، مفرغ من جوه واخر تمام، وطعمه جميل جدا، مش قادره اقول لكم، روعه في منتهى الطعم الجميل. طبعا طعمه جميل جدا جدا. ده نص كيلو بقسماط، ده نص كيلو دي اصلي، عمل معانا يجي كيلو الا ربع بقسماط اهوت. زي ما قلت لكم انا بحب اعمل كل حاجه في البيت باذن الله ان شاء الله. تجربوا وتقولوا لي. يلا بينا على المقادير عشان نشوف مقاديرنا مع بعض، بسيطه وسهله ان شاء الله. يلا بينا على المقادير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله الاول هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لكم النهارده هنعمل مع بعض حاجه بسيطه قوي جميله. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض بقسماط. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق مثلا. ومعايا هنا ايه؟ معايا هنا طرف المعلقه كده، ما يجيش نصها حتى بيكنج باودر. ومعايا هنا ايه؟ نص معلقه صغيره ملح، الاثنين مع بعض هحطهم على الدقيق كده ونقلبهم. طبعا الدقيق دوت اللي حابب طبعا يخلطه زي ما انا مخلطاه كده، ده دقيق ابيض، يعني اثنين ابيض لواحده اسمر، عشان ايه؟ نحاول نعمل حاجه صحي اكتر يعني، عشان الابيض كانوا عمالين يقولوا الدقيق الابيض غلط. فانا ايه؟ خلطت واحده بيضة، واحده دقيق قمح كامل على اثنين ابيض. ومعايا هنا ايه تاني؟ معايا خميره، ومعايا سكر معلقه ومعلقه. المعلقه دي مش مليانه قوي طبعا، معلقه الخميره دي مش مليانه قوي لان ده نص كيلو دقيق طبعا. هحطه كده. معايا ايه تاني؟ معايا تلت كوبايه زيت اهي، تلت كوبايه زيت هحطها برده بالشكل ده كده. ومعايا ايه؟ معايا خل، وهعجن بايه؟ هعجن بميه. نقلب ده كده عشان نعمل خليط رملي. انا هعجن بايدي اهو لان طبعا ده مش مستاهل عجان، لان طبعا نص كيلو دي مش هشغل عجان عشانه. وبعجن بايدي عشان اللي ما عندوش عجان ما يقولش احنا ما عندناش عجان. لا، كل حاجه ما تقفش قدامك، تعملي كل حاجه، مفيش حاجه تقف قدامك ابدا. اهوت نشيل ده كده من هنا، هنمسك ده كده نفركه كده اهو، نفرك الدقيق كده عشان نعمل خليط رملي كده بالشكل ده. هحطي اعلى وش البقسماط ده اللي انت عايزاه، حطي كمون حصى، كمون ناعم، سمسم، شويه حبه بركه. طبعا كل ده قدامي هنا اهو، هاي حبه البركه اهي، ومعايا برده اهو سمسم وعليه حبه بركه برده اهو. ومعايا هنا ايه؟ ينسون. اللي انت عايزاه حطيه على وشه، اللي انت عايزاه حطيه على وش البقسماط بتاعك، تفركي فيه كده لحد ما يبقى ايه؟ خليط رملي زي ما انت شايفاه كده، خليط رملي اهو بالشكل ده كده. طبعا معايا ميه دافيه، هعجن بميه دافيه يعني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي كوبايه ميه، ودول ثلاث كوبايات دقيق. فطبعا انا هجيب ميه واديله حسب ما هياخد كل واحد ودقيقه، زي ما انا قلت لك قبل كده، كل واحد حسب الدقيق بتاعه. في دقيق يقبل ميه، في دقيق ما يقبلش، حسب الرطوبه بتاعت الدقيق يعني اهو. حطيت كده كوبايه ميه اهوت، ممكن يعوز سنه كمان اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا بقسماط كل الناس بتشتريه وكل الناس بتحبه، فما يجراش حاجه ابدا لما تعمليه في البيت، اقتصادي اهوت خالص جدا يعني، حاجه اقتصاديه وكل حاجه في البيت اهو. اكيد عندك شويه دقيق في البيت، واكيد عندك شويه سكر، معلقه سكر، واكيد عندك الخميره طبعا في البيت، والسمسم موجود وكل حاجه موجوده. يبقى نعمل ايه؟ والزيت معانا طبعا على طول، ما بنستغناش عنه. اهي شايفين، عايزه بس ايه؟ سنه ميه بسيطه قوي، وايه؟ وهنعجنها تمام، تبقى تمام تمام. طبعا انا كنت مسخنه برده ميه هنا دافيه عشان اكمل عجن. بسم الله، هاخد على قد ما هتاخد بس بايدي كده، ونرش ونعجن عشان ايه؟ ما تضطريش تحطي دقيق تاني. طبعا لو انت بقى
حطيت الميه كلها، هتضطر تقعدي تحطي في دقيق لما تمرق منك تبقى مرقه العجينه يعني. طبعا العجينه دي لا بتبقى سايله ولا بتبقى جامده، بتبقى طريه وحلوه وناعمه. اهو الشكل ده كده. سهله جدا اهي، ترى واضح. ايوه كمان سنه بسيطه خالص هنا كده بالشكل ده كده. في اسهل من كده؟ اتعجنت في ما فيش يعني. تاخدي تدي فيها كده وتلت وتعجني فيها كده اهو، هو العجين لازم كده اهو. ما شاء الله بقت جميله جدا اهي، طريه اهي. تفضلي ايه تنغوزي فيها كده بالشكل ده لحد ما تنعم في ايديكي، وبعدين نغطيها ونتركها 10 دقايق كده لو المكان دافي، طبعا اكتر من 10 دقايق لو المكان بارد، لحد ما العجينه دي تتضاعف في ايديكي، تبقى ايه ضعف المقدار. وبعدين تبداي ايه تصبعي فيها، تعمليها بقى صوابع البقسماط او دواير بقسماط اللي انت عايزاه، اي شكل انت عايزاه اعمليه فيها اهو بالشكل ده كده. بس كده اهي، بصوا عجينه ناعمه جميله جدا اهي. طبعا عشان ايدي انا عجنه بيها مش عايزه تسيب ايدي زي ما انتم شايفين كده اهي، العجينه تمام التمام. طبعا انا هسيبها تريح شويه وارجع لكم تاني ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا غطيتها اهوت بفوطه نظيفه، واركنها ان شاء الله باذن الله ربع ساعه كده ونشوف هتبقى عامله ازاي. عايزه ترتاح طبعا عشان تعرفي تشتغلي فيها، وباذن الله ان شاء الله بعد ربع ساعه نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه فيها في العجينه الحلوه الطريه بتاعتنا ديت. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي الخميره بتاعتنا زمانها ما شاء الله شايفين، انا طبعا شلتها من الطبق وفردتها كده، قلت عشان نسهل شويه على نفسنا، ونمسكها نبرمها كده بالشكل ده، ونقطع منها على قد البقسماطه، نقطع منها ايه على قد البقسماطه. طبعا دي كلها طبعا مش هتكون بقسماطه، ده تبقى تحفه الكبيره دي. طبعا هتقطعي على قد البقسماطه الحجم اللي انت عايزاه. خلاص نعمل كده. طبعا انا معايا الصاجه اهو، في ورقه زبده ورايا اهو، ولسه طبعا خلي بالك عشان لسه الخمر لسه هيخمر يعني، ما تكبرهوش قوي ولا تتخنيهوش قوي كده يعني، شوفي انت عايزه حجم ايه وتعمليه ان شاء الله. اهو هجيب بقى الصاج احطه هنا عشان ارص فيه البقسماط بتاعنا اهو. بصوا لسه هيخمر، خلي بالكم قوي من النقطه دي، تاخدي من جوه من جوه على بره كده، خلي ايديكي براحه ايديكي كده. طبعا الصاجه اهو معايا مدهون ايه عليه زي على ورقه زبده، ومدهون في نفس الوقت زيت علشان البقسماط ايه ما يلزقش اهو بالشكل ده كده. ونجيب واحده تانيه زي ما قلت لك الحجم اللي انت عاوزاه، تعمليها كده في ايديكي، بعدين تنزلي على الترابيزه تاخدي من جوه على بره، من جوه على بره كده اهو، من جوه على بره. خلي بالك من النقط دي مهمه جدا جدا اهو، ما تخنيهوش قوي زي ما انا ايه قلت لك اهو. ممكن لو انت عايزه تقصريه شويه قصريه، عايزه تطوليه طوليه طبعا على كيفك، عايزه تعملي ايه دايره اعملي دايره. مش في بقسماط مدور معانا بنشوفه في الفرن اهو، اطلع على بره خلاص، نحافي كده اهو بالشكل ده كده اهو. ما شاء الله العجينه ارتاحت خالص، مع ان انا اشوفه ما عادتش يعني ايه الا ربع ساعه بس، وتقومي قافلاها تبقى دايره كده بالشكل ده خلاص. ان شاء الله باذن الله في يوم هنعمل مع بعض ايه السميد التركي، انا مش هدورها قوي، انا هخليها كده عامله كده عشان ما تاخدش ايه مساحه في الصاج، خليكي واعيه كده عشان الحاجه تكفي. ونجيب واحده كمان نفس الشيء اهو، عايزه بقى تقصري عايزه تطولي طبعا ايه انت تتحكمي في العجينه زي ما انت عايزه، كل واحد يتحكم في العجين بتاعه تمام. طبعا دي هتيجي طويله مثلا، جت طويله مني اهي خلاص،
اهو ما انا جايباها وقصها كده اهي بقسماط اهي بالشكل ده كده اهو. لسه هيخمر تاني، خلي بالك، شوف كل شوية اكرر واقول لسه هيخمر تاني اهو كده، عشان انا بقى ايه عملت معاكم ان شاء الله كل حاجة قدامكم اهي، ولسه باذن الله نعيشنا بامر الله نعمل اكتر من كده، حاجات اكتر من كده ان شاء الله. طبعا اللي بيشوفني لاول مرة يشترك بقى في القناة وتنوروني دايما، متنسونيش في اللايك، اللايك ده اللي هيرفع كل الفيديوهات بتاعتي عشان ناس كتير تجينا كده وينورونا ويستفادوا زي ما انتم بتستفيدوا كده ان شاء الله. اهو في اسهل من كده يا جماعة؟ ابدا ما فيش اسهل من كده اهو. طبعا نص كيلو يجي في صاجين بقى، يجي في صاج الفرن الكبير طبعا، ايه انتوا اللي هتتحكموا في الكلام ده، وتعملوا مسافة بين الواحدة والتانية، ما تنسوش ضروري تعملوا مسافة بين الواحدة والتانية. ليه؟ لانه لسه هيخمر. كل ما تيجي واحدة كبيرة كده اقسميها، كل ما تيجي واحدة اطول اقسميها بالشكل ده كده. حاجة دي اخر جمال اهو ما شاء الله، والعجينة فل في ايديا زي الفل. ممكن تعملوا، عايزين تعملوه من محسن الخبز اللي انا كنت عاملاه، تعملوا عجينة بس طبعا قللوا المقدار شوية، مثلا ما تعملوا ربع كوباية دقيق اعملي معلقتين دقيق او معلقة ونص دقيق، واعملي عليها مثلا نص كوباية مية، واعملي عجينة السحرية واشتغلي. انا بقول لكم افكار كتير اهو، شايفين ما شاء الله البقسماطة تبارك الله زي الفل، اعملها على ثلاثة كده وافردها تاني برضه بالشكل ده، نجيبها كده. انت اللي بتحكمي في البقسماطة اهو. ممكن تعملي بقى دايرة صغننة، لو عندك حد صغنون هيفرح قوي بالحاجات دي، هيفرح قوي بالاحجام دي. في دوائر صغننه كده برضو بنشتريها عشان تكملي الصاج اهو. مش انتوا بتشوفوا البقسماط في الافران اهو؟ مش حرمكم من حاجه، وكل حاجه مفيش حاجه اسمها حرمان من حاجه. الصغيرين بقى بيفرحوا قوي بالاشكال دي، الصغننين الاطفال الصغننه بيفرحوا قوي بالاشكال الصغننه دي. طبعا انا هقفل بقى وهكمل الصاج التاني، هنشوف هيكفي قد ايه في دولت، ونرجع مع بعض تاني نشوف البقسماط ما يخلص ان شاء الله ويخلص. شايفين دي اخر واحده اهي البقسماط، برده هلمها كده واعملها دايره، واقوم جايه برمها كده عشان تقفل، ابرمها كده بالشكل ده كده عشان تقفل، لازم تحطيها على بعضها كويس وايه وتبرميها كده كويس عشان تقفل على بعضها وتبقى دايره كده بالشكل ده. طبعا ده الصاج التاني، النص كيلو عمل لنا الصاجين دولت، نص كيلو عمل الصاجين دول زي ما انتم شايفين كده. ادي واحد اهوت ما شاء الله، والتاني اهوت خمر ما شاء الله اهوت. هعمل ايه بقى؟ هحط عليه السمسم الاول، هلمعه، هجيب فرشه كده وشويه ميه وهلمعه بالميه والفرشه. خليكم معايا لبال ما اجيب الميه اهو يا حبايبي. جبت اهو فرشه، ادهنه كده بالميه، فرشه ميه كده بالشكل ده مش اكتر من كده، تلميعه بس كده اهو بالشكل ده اهو. وبعدين هنحط عليه بقى السمسم، حبه البركه، اليانسون، اللي انت عايزاه كله حطيه عليه، اللي انت عايزاه حطيه على البقسماط اهو. كل حاجه متيسره ومتسهله خالص اهي. ممكن عايزه تدهني وشه حليب ادهنيه، اللي عايز يدهن وش البقسماط حليب يدهنه حليب، بس انا عايزه اسهل عليكم يعني الامور. بس ممكن لو عندك بخاخه تجيبي بخاخ وتبخيه. البقسماط ما شاء الله خمر ازاي، برضو نفس الشيء هعمله مع الصاج اللي تحتيه اهو. طبعا طويل قصير زي ما انت عايزه، زي ما يطلع معاكي. عايزه تدوريه زي ما انا مدوره كده، دوريه اهو بالشكل ده كده اهو. تحطي له بقى الميه كده عشان ايه يلمع، وخلي بالك منه، هتحطيه على درجه حراره 180 درجه وتاخدي بالك منه كويس، لانه ايه مش هياخد سوى 10 دقائق كده ولا ربع ساعه في الفرن، حسب فرنك طبعا، كل واحد حسب الفرن بتاع حبايبي. باذن الله تعملي كده وتنبسطي وتبسطي الاولاد عشان ايه يدعوا لك اهو بالشكل ده كده. بس كل حاجه بقت مدهونه اهي وكله تمام التمام ما شاء الله اهو.
هنجيب بقى ايه، ندهن شيء بال، قصدي نحط ايه، شيء باليانسون كده، شويه يانسون بيبقى حلو قوي على فكره، بيدي طعم هايل جدا. اهو بترش عليه يانسون كده، اهو وحدات يانسون كده بالشكل ده كده اهو، بيدي له نكهه حلوه قوي زي البطنسالي كده. وان شاء الله هنعمل بطنسالي مره مع بعض باذن الله اهو. طبعا عشان رفيع جدا مش واخد قوي، ونحط برده شويه سمسم على كل واحده كده، تمشي عليه بالراحه كده اهو. عايزه تغمسيه، تحطي السمسم في الطبق وتغمسيه فيه، غمسيه على كيفك طبعا براحتك اهوت اهو، بسيط يعني مش كتير اهو. بالشكل اللي انت شايفاه كده، انا هكمل الصينيتين ان شاء الله وارجع لكم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت اهو الكميه، شايفين دوت عليه كمون اهوت، كمون ناعم عشان يبقى طعمه جميل زي ما انتم شايفين، والباقي هو سمسم وحبه البركه اهوت. ان شاء الله باذن الله ربع ساعه بالظبط ان شاء الله، على بال ما الفرن يسخن يكون ايه، انا هحطه في الفرن خلاص يكون خمر باذن الله، ونشوفه بعد الخبز بامر الله ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي، اشوفكم على خير. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، البقسماط بتاعي خمر اهوت، هدخله بقى الفرن ان شاء الله ونشوفه بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي. خليكم معايا، شايفين يا جماعه، شايفين ما شاء الله نتيجه البقسماط زي الفل ما شاء الله. اهو البقسماط بتاعنا اهوت جميل جدا، طبعا لسه مطلعاه حالا سخن جدا، طبعا لسه مطلعاه من الفرن، شايفين ما شاء الله اهوت، سهل جدا. نص كيلو بقسماط ما شاء الله، عمل لي كميه طبعا جميله جدا ان شاء الله باذن الله، تجربوا وتشوفوا، شايفين ما شاء الله. طبعا هو ايه لسه عايزه اسيبه كده عشان يعظم شويه على الصاج عشان يقرمش كده ويبقى جميل، عايزه اوريه لكم. بسم الله ما شاء الله، شايفين قلبه مفرغ ازاي، شايفين الخمر ما شاء الله، قلبه مفرغ وجميل جدا بسم الله، منتهى الجمال والروعه، لذيذ جدا وطعم جدا 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 ان شاء الله باذن الله، تجربوا وتقولوا لي. وطبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بألف سلامة وألف خير دايما يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة. شايفين ما شاء الله، انا بس نفسي بس تجربوا الحاجات الجميلة دي، سهلة جدا، بصوا ما شاء الله عامل كمية لا بأس بيها يعني. اشوفكم بألف خير يا رب ان شاء الله، وسلامة وسعادة دايما يا رب.